نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحكيم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ يحيى زكي السيسي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسندبيس مركز الأناضل الخيرية بمحافظة الألوبية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بغيا
فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب Thank you.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الحق الذي فيه يمترون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا قتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ يحيى زكي السيسي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسندبيس بمحافظة الألوبية. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة معيلات أولاد دياب المقيم من مدينة الألوبية.